العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب، مدير بالقصر العيني جامعة القاهرة. موضوع الحلقة النهاردة عن أحدث وسائل علاج خشونة الركبة، وطبعا يعني خشونة الركبة ناس كتيرة جدا بتعاني منها، سيدات أو رجال. هنتكلم النهاردة مع دكتور باستفاضة عن الموضوع أكتر. أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. بيكي يا حبيبه قلبي. مبدئيا كده يا دكتور، إيه هي خشونة الركبة؟ بصي، خشونة الركبة الأول خلينا نتكلم ايه هو مفصل الركبة. مفصل الركبة انا بشوفه من المفاصل الحيوية، هو الأكثر بروزا في المفاصل. بيقوم بعدة من الوظائف الحيوية، زي طبعا الوقوف، زي المشي معتمدين عليه، زي طلوع ونزول السلالم. فمن المفاصل اللي بنستخدم فيها موشن بنسميها عالية في ديناميكية الحركة بتاعتها، مفصل الركبة بالذات. تكوين الركبة يا دكتور، مفصل وإيه تاني اللي احنا موجود عندنا ممكن بقى يكون الركبة كمان متضرر؟ سبورتد بأربع أربطة: الرباط الأمامي، الرباط الصليبي الأمامي، والرباط الخلفي، والأربطة الجانبية. وفي طبعا من أهم الحاجات في الركبة في حاجة اسمها الغضروف الهلالي. ده مهم جدا جدا، لأنه ده من الحاجات اللي سهلة لما بيحصل فيه قطع أو تآكل أو كده بيوصل لي ان يحصل خشونة في الركبة. ده يا دكتور اللي هو الرباط الصليبي اللي بيقولوا عليه، لا، مش ده ده غير الرباط الصليبي، هو دايما المنتشر عشان اصابات الملاعب الرباط بالظبط؟ الصليبي. لكن في بقى الغضروف الهلالي الناس يعني بتنساه، ويعني او مش بتنساه، ما عندهمش التوعية بتاعته الكافية. الغضروف الهلالي ده مهم جدا. لو حسيت في ألم في ركبتك في الجزء اللي جوه ده، خلي بالك، ده انذار انه بدأ يحصل ممكن التهاب، وممكن يكون تآكل، ممكن يكون قطع في الغضروف الهلالي، وده هيؤدي مع الوقت لخشونة في الركبة ونقص المادة الزلالية اللي في الركبة، فندخل فيما هو ايه يسمى بخشونة الركبة. تمام. طيب دكتور، خشونة الركبة يعني بتصيب انهي جزء بالظبط في الركبة؟ حضرتك قلتي ان الركبة متكونة من اكتر من جزء ومن اكتر من غضروف ومن اكتر من عظمة او عضلة موجودة في الركبة، صح؟ تمام. الجزء الاساسي اللي يتقال عليه ده فيه خشونة في الركبة. بصي، اللي هو غضروف الركبة بيحصل فيه بيبدأ يحصل فيه زي ما قلت لك تآكل، وتنقص المادة الزلالية اللي هي مسؤولة عن اليوبريكيشن أو بالعربي التزييت بتاعة المفصل، تمام. فاهميني؟ فحتى العيانين دول هتلاقيهم ساعات يقولك أنا حاسس باحتكاك، أنا حاسس بكريكس، يسمع ترقعة في المفصل بتاعه. لما يجي يصحى من النوم ممكن يلاقي عنده تيبس، يحس ان الركبه كانها مش قادر يفردها، او كانها ماسكه في بعضها متنية كده، ومش قادر يفكها من بعض. متيبسه. وبعدين بقى لما يبدا يتحرك شويه تبدا، ده في البدايات تبدا تشتغل، يعني تبدا تشتغل معاه وتبقى فيها ليونه اكتر. طب اسباب خشونه الركبه ايه يا دكتور؟ يعني الاسباب اللي معروفه يعني عامه في الحاجات الخاصه بالركبه، الكدمات او الوقع او ال لا، احنا عايزين نتكلم عن خشونة الركبة بقى، هنتكلم عن اه أسبابها. هنا اه هنتكلم أول حاجة طبعا في عوامل وراثية. يعني في ناس أصلا يعني بتلاقي والدتها كده، باباها كده، أخوها، عمها، خالها، يعني خشونة الركبة من الحاجات اللي فيها ممكن يدخل فيها العامل الوراثي. تمام. تاني حاجة أنا شايفة طبعا إن الوزن الزائد من أكتر الناس اللي شفت عندهم خشونة ركبة، بلاقي فعلا عندهم مشكلة الوزن الزائد، كدمات، التهابات، اصابات ملاعب من قبل كده في الهيستوري بتاع العيان ده ممكن توصل لي لخشونه الركبه. قطع بسيط، في حاجه اسمها بارشال تير. يعني ايه بارشال تير؟ يعني قطع بسيط في الغضروف بتاع الركبه، ويتساب ويتركن وما نعملوش العلاج الكافي، يدخلنا في نفس ده المشكله القطع ده يا دكتور ممكن يجي ازاي؟ يعني في ناتج عن الغضروف ايه؟ الهلالي ده. بصي، حركه بسيطه جدا، رجليه، عارفه خرجت الوقعه اللي بره. هو، او مثلا مش لازم يكون واقع، ده انا عايزه اقول لك انه هو جه يتزحلق فمسك نفسه مثلا، فيقوم ايه محمل على الغضروف الهلالي او الميديال المنسكس دي، تقوم عامله ايه كراكس جزء كده، بسيط في يسمع صوت الركبة. كراكس كده، وتقوم حصل فيها ممكن كومبليت تير، يتقطع كامل، او يحصل برش. لو حصل حتى جزئي واحنا اهملناه، خلاص بقى، ما هو قام بالظبط. ده وخلاص اللي بيحصل، ده اللي وربت بيحصل فعلا رجله، نسبة كبيرة. فينتهي الامر على ايه، على كده. ومع الوقت بقى يلاقي نفسه دخل بقى في التهاب، والبرشة القطع الجزئي يبقى قطع كامل، ويبدأ بقى يدخل في خشونة ركبة حتى في سن مبكر، لأن هي أو هو جه يزحف في سنة، عمل، عارفة، اللي هي الحركة اللي هي فيها التواء شوية، رجليه التانية تحته كده. فده يحصل ممكن من الحاجات اللي تعمل طبعا قطع بسيط طب أو قطع الأعراض جزئي. إيه يا دكتور بتاعة خشونة الركبة؟ يعني لو أي حد كده قاعد في البيت وابتدى
يحس بحاجات ممكن في ركبته او حاجه وجع، يبتدي يقلق امتى او يقول لا ده انا ممكن يكون كده في خشونه ركبه ولازم اتوجه لطبيب؟ بصي الاعراض عندنا في عندنا نقط كتيره قوي. اول حاجه ممكن العيان يجي يضغط على ركبته كده فعلا يحس بوجع، ممكن يحس بإفيوجن يعني رجلي ركبته مورمه يعني يحس ان هي منتفخه شويه، ممكن يبقى في عندنا اكياس زلاليه ورا، ده معناه انه في خشونه في الركبه قدام، يلاقي في حته كده كلاكيع. مكلكعه. هدور على الكلمه اللي هي بنسميها احنا عندنا برسايتس، هي فعلا هو هيحسها فعلا زي ما انت قلتي هتبقى حاجه مكلكعه ورا، ده معناه انه هنا ان احنا فعلا بدانا يعني فعلا دخلنا في اعراض خشونه الركبه. الم في الجزء الداخلي للركبه لان احنا قلنا الغضروف الهيلاني من اكتر الحاجات اللي بتتاثر، فيبقى في عنده الم في الجزء الداخلي للركبه، يسمع صوت احتكاك في ركبته، يسمع صوت ترقعه في ركبته، يحس بتيبس في المفصل زي ما قلنا وفي المشي، يحس بوجع في ركبته اثناء الطلوع والنزول بتاع السلالم، يبدا يحس ان ركبته وجعاه خصوصا في الطلوع والنزول، من الحاجات اللي بتبقى انديكيتور حلو قوي في الخشونه، يعني اول ما بيبقى فيه خشونه من الحاجات اللي بتبان فيها. طب مستويات الخشونه يا دكتور بتاعه الركبه يعني بتبتدي اولا بايه بالظبط وممكن بتوصل لمراحل متاخره بعد قد ايه؟ بصي ممكن يوصل الموضوع من التهاب في الغضروف الهلالي لقطع بسيط لنقص المادة الزلالية بتاعت الركبة لتآكل الغضاريف وتآكل المفصل، وبعدين بقى خلاص المفصل اتأكتر ده ممكن وتآكل. يعني مدة قد إيه ممكن المريض يوصل لمرحلة التضرر الكاملة بالشكل ده؟ لا بصي انا دايما بقول الحاجات دي ملهاش طبعا الايدج فاكتور، يعني احنا العمر من العوامل اللي بتزود احتمالات خشونة الركبة من غير سبب كده، نقصت المادة يعني ده فاكتور، فمش هتقدري تحسبيها، لو هو سنه كبير هيبقى أسرع طبعا يعني من حد سنه صغير حصل معاه كده، لو حد زي ما قلنا تعرض لإصابات ملاعب، لو حد تعرض لكسور أو كدمات، كل الحاجات دي بتخلي يعني الوقت يبقى اللي ممكن نوصل فيه للخشونة يبقى أسرع. فهي بيحكمها عدة عوامل يعني مش فاكتور واحد. طب من الحاجات يا دكتور اللي البيشنز بتخاف منها جدا وبتخاف تلجأ لطبيب خوفا من إجراء تدخل جراحي أو حاجة ممكن تكون يعني قوية شوية، الركبة، الظهر، الحاجات دي، فبيبتدي المريض يتغاضى ويبتدي يعني يعمل نفسه مش واخد باله وياخد بين كيلر ومسكنات على عسى الألم يروح، ويبتدي شهر في التاني في التالت يعمل نفسه مش واخد باله لغاية ما المرحلة بتوصل لمرحلة خطر جدا. إهمال المريض يا دكتور في حالة زي كده ممكن تؤدي لإيه؟ بصي بقى اهمال المريض اولا اهمالك هيخليك يعني احنا ما بنقولش دلوقتي علاج جراحي خالص، احنا بالعكس احنا عايزين نهرب من العلاج الجراحي في الامر ده، لانه العلاج الجراحي اللي انا شفته اللي هو بيعمله مفصل صناعي بصراحه كل الحالات اللي جات لي بعد المفصل الصناعي بتاع الركبه بالذات، مش كل المفاصل بس الركبه بالذات، لان احنا زي ما شرحنا في الاول في تكوين الركبه انه هو من المفاصل اللي ديناميكيه الحركه فيها عاليه جدا وبيقوم بكذا حاجه فيها اكتيفيتي او موشن عاليه، فهو من المفاصل اللي عملية تغيير مفصل أنا مش شايفاها ناجحة فيها، بشوف العيان وهو عنده كان خشونة كانت الحركة بتاعته أفضل من بعد ما ركب المفصل الصناعي. فأبسط حاجة هقولها إن إحنا هنوصل في الآخر للتراك ده اللي هو نتائجه مش حلوة، واللي هو ممكن تخلينا في الآخر مش قادرين نستخدم الركبة دي، أو نرجع بقى إن إحنا ماشيين على عكاز أو نبقى ماشيين على كرسي متحرك. يعني الإهمال ممكن فعلا شوفي خشونة الركبة تبان مشكلة بسيطة بس ممكن الإهمال فيها توصلنا لعجز كامل لأنه مفصل مهم طبعا. طب دكتور يعني دلوقتي البيشنت عشان يتجنب انه يتعرض لخشونه الركبه ممكن يعمل ايه؟ يعني هو بتبقى نوعيه اكل، نوعيه رياضه معينه، يعني بيبقى ايه اللايف ستايل اللي ممكن يعمله عشان ما يتعرضش للموضوع ده؟ العلاج نبدا بقى يعني العلاج هنا هو يعني نبدا بعمل الجلسات اللي احنا نشرحها، الجلسات دي انا عملتها على ناس كانوا خلاص انديكيتد ان هم هيغيروا مفصل خلاص الركبه منتهيه ومع ذلك جابت نتيجه معاهم، فما بالك لو انا جايه في بدايه الخشونه او في بدايه المشكله او في بدايه الموضوع وهو لسه التهاب،
كل ما احنا بدأنا الجلسات والعلاج بدري كل ما النتائج بتاعتنا كانت في أعلى مستوياتها. طيب ده العلاج يا دكتور، انما عشان يعني يتغاضى اصلا انه يدخل في مرحله خشونه الركبه او يدخل في ان هو يحتاج بقى اصلا علاج، يعمل ايه عشان بصي البيشن يشمل هقولك نفسه؟ على حاجه، هو في نصايح احنا بنقولها اللي هو مثلا الناس اللي هم بيتهم تروى ونزول سلالم كتير، دي من الناس اللي عندهم عرضه اكتر. الناس اللي هم زي ما بقولك مثلا الهيفي ويت، الوزن التقيل، نتجنب الوزن التقيل. من اكتر المفاصل اللي بتتاثر بيه على فكره اللي انا لاحظته الظهر والركبه، اكتر جزئين بيبقى التحميل، نقط التحميل عليهم بتبقى عالية جدا وبتتأثر بالوزن الزايد. دي من أكتر الحاجات. طبعا بقى طبعا في بعض الأوضاع فيها تحميل على الركبة، اللي هو مثلا منوطي نجيب حاجة من الأرض مثلا، ما نبقاش في أوضاع مش معينة. مرة واحدة، في بالظبط ناس كده، بتنزل مرة واحدة تجيب الحاجة بالظبط. فبيحصل لظهرها تضرر والركبة تضرر. طيب دلوقتي يا دكتور البيشن لما بيجي العيادة يعني مبدئيا كده طريقة التشخيص المبدئية للمريض. بنشوف طبعا الاشعاعات بتاعته، بنعمل اشعه عاديه، ولو هو وساعات لما بيبقى فيه كذا مشكله بنفضل نعمل رنين مغناطيسي. بنشوف يعني هو غالبا العيان ده بيبقى عدى مراحل كتير ومر على دكاتره، يبقى هو بيبقى عامل الاشعه بتاعته وبيبقى عامل، يعني هو بيبقى جاي لنا متشخص جاهز، مش بيبقى لسه هيتشخص. هو اوريدي بيبقى عارف ان هو عنده خشونه في الركبه، بس مشكله عيانين الخشونه شاذه ان هما يعني هما بيبقوا مش عارفين يتصرفوا في المشكله ازاي، حقيقة. لان هو كمان في مشكله عندهم حتى في العلاج اللي احنا بنعمله، الجزء اللي حصل فيه تآكل، واي حد هيقول عكس كده طبعا يبقى كلام مش طبي ومش صحيح، ما بيرجعش تاني. انا هعالج المتبقي. المتبقي، همنع ان شاء الله باذن الله، يعني كله بايد ربنا، هنمنع انه يحصل تآكل زياده، وهنحمي المفصل، وهنزود اليوبريكيشن التليين او التزييد بتاع المفصل. لكن الجزء اللي اتاكل ده ما احنا ما بنرجعوش، خلاص حاجه حصل فيها تآكل هترجعيها ازاي؟ طيب طرق العلاج بقى يا دكتور، يعني مبدئيا كده للمراحل اللي هي المبدئية في خشونة الركبة لغاية المراحل المتأخرة. تمام. احنا عندنا، بصي عندنا جهاز امريكي، الجهاز ده اسمه العلاج بالتأيون او الايون تو فوريزس. ده بنحقن فيه مواد بتبقى فيه مادة مضادة للالتهاب. الميزة بقى في الحقن اللي هو عن طريق الجهاز ان انا ما بأذيش المفصل، ان انا بدخل فيه في حقن مباشر، لانه الناس بتخاف جدا من الحقن المباشر، لانه ده هو في حد ذاته بيعمل نوع من انواع يعني الالتهاب او الالم زيادة جوه. بمعنى ايه يا دكتور حقن مباشر؟ في نوع من انواع علاج الركبه ان هم يدخلوا ابره جوه المفصل ويحقنوا فيها تمام. ماده، واغلب المواد دي بتبقى قائمه على الكورتيزون. لا احنا بنحقن مواد مضاده للالتهاب، ما مش شرط تكون كورتيزون. يعني مش لازم الحقن عندنا يبقى كورتيزون، لا احنا ممكن ندخل مواد عن طريق جهاز التأيون ده من غير كورتيزون. تمام. من غير كورتيزون بندخل مادة مضادة للالتهاب، نقدر ندخل مادة حاجة اسمها الهايلورونيك اسيد، دي بتزود اليوبريكيشن او الليونة بتاعة المفصل. وفيها ميزة تانية عن الحقن اللي عن طريق الحقنة ان هو بيقدر، الحقنة بتدخل في حتة معينة جوه المفصل، لا ده بيقدر يعمل ايه، الجهاز بيقدر يعمل توزيع، وكمان بيدخل لأنسجة أعمق، يعني بيدخل لأنسجة عميقة أكتر. تمام. ده يا دكتور مفعوله بيكون مفعول يعني مؤقت لا ولا بيكون لا طرق علاج دايما؟ لا احنا بندخل المواد دي بيبقوا عبارة عن 3 مواد بنحقن بيهم، مادة بتساعد على تنشيط وتجديد الخلايا، ومادة مضادة للالتهاب، ومادة بتعمل يوبريكيشن أو تدين للمفصل. المادة دي ال3 مواد دول بنعمل الجلسة وبندخل الأدوية دي جوه المفصل. تأثيرهم يعني أنا بقول مثلا لو جه عمل، لو هو في المرحلة الأولانية على فكرة 3 جلسات بيبقوا هايلين جدا، بيحس بتحسن ملحوظ على بيحس طول. بتحس ان الموضوع بيروح. حتى بنعملها برضو في التهاب الاربطه وكده، لو حد حصل له ليجامنت سترين رجله اتلوت تحته. انا عايزه اقول لك ان انا شخصيا عملتها، بس كان لسه الموضوع حاصل، يعني في رجلي اتلوت تحتي في الانكل جوينت. عايزه اقول لك هي جلسه، يعني من جلسه 3 جلسات، كل ما انت جايه بدري كل ما الموضوع نتائجه بتبقى افضل. لو الموضوع يعني في مرحله متوسطه
لا ممكن نوصل لستة بحد اقصى، بنعمل 12 جلسة. ده العيان اللي ايه اللي بنسميه كرونيك، عنده تمام بقى خشونة مزمنة وهنغير مفصل، مع ان انا في عيانين عندي كده يعني كانوا خشونة مزمنة وكانوا هيغيروا مفصل وعملنا ستة وكانوا هايلين وتحسنوا جدا. طيب نكمل يا وبنعمل دكتور بقية طرق العلاج. لكن معانا جواهر من القاهرة. أيوة مدام الو، جواهر اتفضلي. دكتور مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حضرتك ايه؟ سؤالي حضرتك، انا عندي خشونه في رقبتي حضرتك، وبتوجع لي دراعي، وعملت 12 جلسه، 6 جلسات قبل كده، وطلبوا مني 12، كان الدكتور، تمام. والم يا دكتوره ما تتوقعوش، الم جامد. عناية هجاوب حضرتك دلوقتي. في سؤال تاني ماشي يا لحضرتك دكتور. مدام جواهر؟ اه يا دكتوره، وعملت اشعاعات كثيره يا دكتوره، الالم لما بيجيني عملت اشعاعات في كتير للقلب سليم. تعرفي يا حاجة، في انزلاق غضروفي ولا لأ؟ نعم يا دكتورة؟ في انزلاق غضروفي؟ لا ما اعرفش، ما قالوا لي خشونة في الرقبة، دلوقتي نزل على دراعي ودراعي مسل جامد يا دكتورة، كده يبقى في مرة غضروف. وبين ده وبين ده ومش عامل لي حاجة. طب هجاوبك وهقولك ربنا على الله علاج، يكرمك. هقولك شكرا على علاج حلو قوي للموضوع ده. شكرا مدام جواهر. اسمعي الإجابة من الدكتور. بصي، خشونة طالما في تسميح في الدراع يبقى كده في غضروف، يعني اكيد في غضروف خارج من مكانه فضغط على النيرف روتس اللي هي الجذور العصبية. طالما التسميح ايه واصل للدراع، احنا عندنا في العيادة حاجة اسمها شد فقرات بالكمبيوتر، بنشد الفقرات في الديسك يرجع مكانه فما يبقاش في ضغط على الجذور العصبية دي وبيجيب نتيجة هايلة ده هايلة. مدة العلاج قد ايه دكتور؟ شد الكمبيوتر يعني على الفقرات. حسب ما نشوف بس الغضروف في انهي مرحلة، لان الغضروف ليه 3 مراحل، بنشوفه في انهي مرحلة وبيجيب نتائج عالية. ده مدة يعني لو في مرحلة متأخرة بيكون مدة من العلاج 6 تقريبا. بصي برضو ل 12 جلسة، يعني ما بنزودش عن كده ان شاء الله، وبتتحسن، تحس بفرق جامد. تمام. هي بس بتقول مدام جواهر ان هي اخذت اكتر من جلسة، تقريبا 6 او 12 جلسة. هي بس اكيد ما عملتش شد الفقرات بالكمبيوتر، فحاجة ده تانية موجود خالص. عندنا متوفر، لو هي عايزة يعني تعمله ان شاء الله بيجيب نتيجة هايلة. تمام. طيب نكمل بقية حديثنا يا دكتور عن خشونة الركبة وطرق العلاج. حضرتك قلتي ان في جهاز امريكي، يعني مدة العلاج ممكن تتراوح ما بين من ثلاث 3 جلسات جلسات ل 6 لحد الاقصى 12، يعني ودي ده بتبقى في للمراحل الحالات المتضررة الصعبة قوي. قوي، لكن انا حتى المراحل الصعبة كانوا 6 جلسات كانوا كافيين جدا من العلاج ده. وفي جهاز تاني بقى، ده جهاز الماني، ده بيخرج تيار، هو اكتشفه سبحان الله عالم روسي، بيخرج تيار بيحاكي نفس التيار بتاع الالم في الجسم. فاول حاجه بيشتغل على حاجه اسمها نيرف بلوك، بيقفل نهايات العصب اللي موصله للالم، فما يبقاش عندنا ايه، ما يبقاش عندنا، يبقى عالجنا مشكله الالم. بيعمل حاجه اسمها هارمونايزيشن. هارمونايزيشن يعني بيعمل ايه، بيعمل على تنسيق العمل بين الخليه. في برنامج تالت اسمه سيديشن اللي هو تسكين الالم، عن طريق زي ما قلنا اغلاق نهايات العصب اللي هي الموصله للالم. بيعمل حاجه اسمها اكتيفيشن للدوره الدمويه اللي حوالين المفصل، بيقوم بكذا وظيفه مع بعض، تمام. وبيعمل ريلاكسيشن للعضلات اللي حوالين المفصل اللي فيها تقلصات، لان غالبا بيبقى في شد عضلي في العضله الرباعيه وفي العضلات اللي حوالين المفصل، فبيعالج لنا كل المشاكل دي. ده برضو جهاز ألماني مع بقية وسائل العلاج بقى اللي زي الموجات الصوتية. يعني بنكمل بقى بجلسة عادية، في غلطة كبيرة بتحصل في الجلسات، يعني في أماكن متفرقة، إنه حد لو أنت عندك إفيوجن يعني مية على الركبة أو ركبتك وارمة، أوعى تخلي حد يحط لك حاجة سخنة. والأجهزة دي يا دكتور بتتم تسخين المنطقة. مفيش تسخين، احنا نزود الدوره الدمويه من غير تسخين. تمام. التسخين هيزود الارتشاح اللي في الركبه ويزود لنا الميه. يعني في ناس سمعت مثلا يحطوا اشعه سخنه، يحطوا حاجات سخنه على الركبه، ده غلط جدا، ده هيزود الارتشاح ويزود الميه اللي على الركبه، ممنوع. طيب نرجع تاني يا دكتور للحته دي والمنطقه دي تحديدا، عشان في ليا سؤال عند حضرتك. لكن معانا ناخد استفسار من استاذ رشوان من المنيا. استاذ رشوان اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حضرتك ايه؟ والنبي عاوز اسال الدكتور على ركبه من ورا، عامله ركبه من ورا عامله حاجه زي الكيس كده لتحت، ركبتين الاثنين حتى في الصلاه بيتعبوني. الركبتين التانيين الاثنين عاملين زي كيس من ورا اللي كنا ايوه بنتكلم عليه. دي تمام. طيب سؤال حضرتك ايه بالظبط؟ عاوز اسال عليهم دول، حاضر. عاملين لي الم جوه في الصلاه. الم جامد طبعا. في سؤال تاني يا استاذ رشوان؟ لا شكرا يا دكتور. شكرا.
ده اللي كنا الحته اللي بنتكلم فيها. اللي هي الجزء اللي هو الالتهاب اللي اسمها بيرسايتس، ده بيبقى كيس زلالي او التهاب في ماده اسمها البيرسا، ده برضو بنعمل عليه نفس نوع العلاج ده، بنحقن الماده وبنعمل الجهاز التاني بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه، الجهاز الالماني، وبنعمل حاجات بتضيع جلسات موجات صوتيه وحاجات معينه كده، وليزر، نبضات ليزر معينه بتضيع ايه الالتهاب الناتج عن ايه، عن البرسايتس دي. طب التهاب بيبقى التهاب زلالي، اسمه طب التهاب زلالي. الحاله اللي هو بيقول عليها دكتور طالعه في الركبتين الاتنين، عادي. ده عادي، ده طبيعي ان هو ممكن يحصل في الركبتين التهاب؟ ده يعتبر نسبه تضرر هي عاليه اصلا جدا على فكره للركبه. الخشونه دايما، عشان اول ما بتبدا في ناحيه العيان بيبقى محمل على الناحيه التانيه، فبعد وقت بتبقى الناحيه التانيه فيها خشونه، تمام. فدايما بيبقوا الاتنين مع بعض، بس بتبقى واحده بادئه قبل التانيه وتبقى اكتر من التانيه، بس هو دايما احنا بنشوف حالات الخشونه بيجوا بايلاترال، بيبقوا مع بعض. مع بعض. طيب نكمل بقيه حديثنا يا دكتور عن الجهازين الخاصين بالعلاج. الجهازين يا دكتور بيتم يعني خضع المريض للجهازين مع بعض ولا ممكن على حسب الحاله؟ لا، لازم نعمل البرنامج، لان بيبقى العلاج يعني احنا بنحقن الاول الماده المضاده للالتهاب دي، وبنحقن معاها بقيه المواد اللي بتزود اللوبريكيشن، تزييت المفصل، وبتعمل على تجديد الخلايا بتاعه المفصل. حتى في حد من المرضى كان بيقولي انا فعلا حاسس ان ركبتي كانت فاضيه واتملت، حتى المظهر الخارجي للركبه كمان بيفرق. بيفرق المنظر الخارجي المظهر لو للركبه، الخشونه جامده بيفرق. يعني بيحس ان الركبه فيها المريض ده فراغ من احتاج له العظم مش اربع موجوده. المريض ده احتاج 4 جلسات، وكانت النتيجه بتاعته هايله. طيب ناخد اتصال يا دكتور من استاذ احمد من الشرقيه. الو، السلام ايوه عليكم. وعليكم السلام، اتفضل سؤال حضرتك ايه؟ اهلا بيك، الله يخليك، كل سنه اهلا طيبه. وانت طيب. الله يخليك. والله انا بعمل اكلم الدكتوره، بس عندي اتفضل دكتوره، سامع اليمين. حضرتك. ربنا يخليكي، دراعي اليمين، ربنا يخليكي، دراعي اليمين ألمني خالص، يعني في كتفي، بط على الوجع تحت كتفي بشويه في ظهري، وبط على كتفي، وبيجي يسمع في ايديا، فما بعرفش اسوق العربيه، واحيانا اجي اكثر ما اقدرش اشيل الاسفل، امسك اكل يعني. عندك سكر؟ عندي سكر. تمام. طيب خلاص. هتسمع الاجابه من دكتور. ده تيبس بيبقى في مفصل الكتف، بيجي مع مرض السكر، مشهور قوي، عشان كده سألته احنا دايركت. اتكلمنا عليه قبل كده يا دكتور في حلقه قبل كده. ده تيبس مفصل الكتف بيجي مع السكر، عشان كده سألته على طول. عندك سكر؟ خلاص الإجابة وصلت. ده بيحصل حاجة اسمها أدهيزيف كابسولايتس، أو في فروزن شولدر، الكتف المتجمد أو الكبسول اللي مغلف الشولدر بيلزق في بعضه، فيجي يحرك إيده مش راضية تتحرك، هي أصلا الموضوع ملزق جوه، فألم فظيع. يجي يحرك إيده مش راضية تتحرك. طبعا ده بيتعمل له حاجه اسمها موبايليزيشن، بنحرك المفصل في اتجاهات معينه، بنعمله طبعا العلاج بالتأيون اللي هو بنحقن المواد المضاده للالتهاب وبنلين المفصل، وبنعمل الجهاز طبعا الالماني بيبقى هايل في الموضوع ده، نتيجته بتبقى هايله، لان هو اصلا بيعمل على المشكله بتاعه الموضوع ده، ان الالم بتاعه بيبقى فظيع، الفروزن شولدر. والناس بتستسهل يا دكتور وتاخد بين كيلر وتاخد مسكنات الام، بصي وبتسيب البين كيلر الموضوع يكبر. المسكنات دي ما بتعالجش، دي مسكنات وقتيه. طب وبعدين معدتك هتلتهب ومش هنعالج المشكله، احنا دلوقتي بقى بنتكلم في اساليب العلاج، عشان كده يعني ايه الموضوع بيبقى يعني ايه، خلاص عرفت مشكلتك يبقى لازم تعالجها. تمام. بنعمله بقى اللي هو العلاج بالتأيين، وبنعمله الجهاز اللي هو بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه، الجهاز الالماني اللي هو بيوصل بيعمل النيرف بلوك، لانه الالم عندهم بيبقى فظيع، فنقدر بعد كده نعمل موبايليزيشن، نحرك بقى الكتف في اتجاهات معينه، بحيث ان احنا نكسر الادهيجنز دي، الالتصاقات الموجوده. والتحسن وبطرق تقريبا يا معينه دكتور في خلال قد ايه؟ على حسب هو بقاله قد ايه، يعني من يعني الحاله بتاعته صغيره حوالي شويه. ست جلسات احمد، بحد اقصى ممكن نحتاج 12 جلسه، ساعات في الحالات الشديده بنوصل ل 18 جلسه. 18 جلسه تقريبا يا دكتور، يعني بمعدل جلسه اسبوعيه ولا اكتر من لا لا، جلسه احنا في الاسبوع؟ الجلسات بتبقى يا اما يوميه يا اما بتبقى يوم بعد يوم. تمام. طيب معانا منى من هنا، ناخد اتصال ونرجع نكمل حديثنا. استاذه منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره رانيا؟ اتفضلي معاكي. لو سمحت يا دكتوره، اتفضلي. انا كنت وجعت يعني فجاه، فحصل لي تهتك في غضروف الرجلي، تهتك. فكنت بقى
وكنت باخد علاج وكده. حاليا راح الدكتور قال لي عمل تقوس معاكي في الرجل، عايزه عمليه. وانا مفضيه في الرجل، في الركبه. طيب تحت الالم من تحت، يعني من تحت الركبه من تحت. طيب تمام، هرد علي. اوكي استاذه منى، يعني اسمعي الاجابه معانا. ده يا دكتور تقريبا الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها بتاعه المفصل الصناعي. لا هو انا عايزه طبعا دي هنحتاج نبص على الاشاعات بتاعتها، نشوف المشكله واصله لفين، هل ايه نوع الجراحه اللي هي محتاجاها، وهل ممكن العلاج اللي احنا بنعمله يغني عن الجراحه ولا لا. دي محتاجه يعني نشوف تفاصيل واشعات اكتر ليها عشان نشوف الوجع فين والمشكله فين ونقدر نحلها. تمام. طيب المفاصل الصناعيه بقى يا دكتور، وكيفيه تجنب المريض انه يركب او يوصل لمرحله انه يحط مفصل صناعي؟ طبعا في الاول لو انت عندك التهاب في ركبتك، بتحس بسخونيه في الركبه، بتحس بترقعه، بتحس بوجع في طلوع السلم او في نزول السلم، بتيجي تفرد ركبتك بتوجعك، او في شد في العضله الاماميه للركبه، كل في اكياس زلاليه اللي هو تحس بكلكعه او وجع في ركبتك من ورا، في وجع في الجزء الداخلي في الركبه، ده معناها ان انت يا اما عندك التهاب في الركبه يا اما في درجه من درجات خشونه الركبه. تمام. سرعه العلاج بتاخد وقت اقل في العلاج، وبتتجنب ان احنا نوصل للمرحله دي، لانه مفصل الركبه نظرا للديناميكيه الحركه الكبيره اللي بتحصل من خلاله، المفصل الصناعي نتائجه فيه مش الناس متخيله ان هي لو شالت المفصل ده وعملت عمليه وحطت مفصل مكانه ان هو هتمشي زي الاول. لا، مش هتمشي زي الاول، عمر ما المفصل الصناعي بيبقى زي الطبيعي. يعني انا شفت حالات عملوا العمليه دي، وخاصة ان العملية دي بيحتاجوا يعملوها في وقت متأخر في سن كبير، يعني كانوا هما بيمشوا بالركبة اللي فيها خشونة وحصل فيها تآكل، بعد ما عملوا العملية دي وجايين يعملوا تأهيل مش قادرين يتحركوا، المفصل مش شايلهم. مش شايلهم يا دكتور عشان يعني عدم اختيار المفصل الصحيح، ولا هو المفاصل بوجه عام؟ الركبة لا، بصي يعني في مفاصل بتبقى النتائج فيها حلوة، زي مثلا يعني في تجي مفصل الحوض بيبقى أرحم شوية من الركبة. الركبة بالذات ما توصلش نفسك انك تدخل في الإطار ده، النتائج بتاعته مش مفضلة وممكن تؤدي إلى إعاقة. تمام. يعني العملية بتبقى تكلفتها عالية جدا والنتائج بتاعتها مش مضمونة خالص. تمام. فالأفضل إيه؟ يعني إن أنت طول ما أنت في مرحلة ينفع تتعالج فيها، يبقى الوقاية خير من العلاج، ودي مش بس وقاية، ده علاج ووقاية. طيب معانا ابتسام يا دكتور من القاهرة. أستاذة ابتسام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، سؤال حضرتك إيه؟ لو سمحت يا دكتورة، أنا عندي خشونة في ركبتي، وركبتي معوجه من الخشونه، والصابونه داخله ببعضها. طيب ما اقدرش اثني ركبتي خالص خالص، ولو نتنتها وانا نايمه ما اقدرش افردها الا بصعوبه جدا، وتبقى متخشبه. تمام. حاله خشونه ركبه زي ما احنا بنتكلم بالظبط. كما قال الكتاب. كما قال الكتاب. طيب سؤال حضرتك، يعني حضرتك شايفه طرق العلاج، يعني عايزه تبتدي ازاي، ولا في سؤال تاني معين؟ طب طرق العلاج دي بتتكلف كام؟ طب طرق العلاج بقى تتكلف كام لما تيجي ان شاء الله نقول لها؟ طبعا مش يعني ده مختلف طبعا على نحتاج 3 مرات ولا 6 ولا 12، وهنحتاج نحط لها مواد ايه بالظبط. بس طبعا هي واضح طبعا ان هي عندها خشونه جامده في المنوفيه. طيب ممكن تتصلي على تليفوناتنا و شكرا مدام منى، تابعينا وهتعرفي الاجابه. هي بتتكلم عن طرق العلاج، عايزه تعرف التكلفه بس. هي اعتقد يا دكتور هي الحاله اللي هي اول مرحله اللي وصلت فيها ان الصابونه دخلت، ما اعتقد دي مرحله متاخره جدا. دي كده يعني معناها ان ما فيش سائل جوه، فالدنيا يعني عارف عماله تحك في بعضها. تمام. وتتنيها زي ما بتحكي لك وهي نايمه مش عارفه تفردها، ما فيش ماده تتحرك في، مش انا قلت لك في النوم وهي صاحيه من النوم، دي اكتر حته بتضايقهم. صح. فهي بتقولي انا تنيتها وانا نايمه، هي دي اللي احنا عمالين نشرحه، وهي شرحته لنا عشان عندها الحاله بالظبط. فهي دي حاله خشونه ركبه تيبيكال. طبعا تبدا الجلسات في اقرب وقت، كل ما احنا بدانا الجلسات بدري كل ما النتيجه تبقى افضل. غالبا هي تحتاج حقن للثلاث مواد مش ماده واحده منهم.
احتمال على الاقل تحتاج من 6 نوصل ل 12. يعني حاله زي كده انا مش هبدا معاها بثلاث جلسات، لا هنقولها 6 وبعد كده نبدا نوصل ل 12 على حسب الحاله بيتم تكرير الكورس. بالظبط. طب الكورس ده يا دكتور تقريبا يعني في حاله زي المدام اللي اتكلمت متضرره جدا او ركبتها فيها مشاكل جامده جدا، مده الكورس دي تقريبا بتريحها قد ايه او بتاخد فتره بتخليها تبتدي تكررها تاني امتى؟ يعني انا بقول مش اقل من سنه، يعني الحالات اللي انا شفتها مش ممكن تبقى اقل من سنه، سنه ونص. بيفضل مده العلاج قاعده تقريبا سنه ونص، يعني سنه ونص معانا تقريبا، يعني لو كل سنه ونص جيتي عملتي كورس ما يجراش حاجه. الكرسي يا دكتور مدته اللي هو ماكسيموم 12 جلسه؟ بصي هو الماكسيمم ده في الحالات الشديده، بس اذا بنجدد ما بنعملش ابدا 12 تانيين. تمام. يعني لما بنيجي نعمله بقى كل سنه ونص ممكن نحتاج 3 بس. يعني فاهمه، هو دايما الاساس، انت بتحطي الاساس هو ده اللي بيبقى صعب. البيزك هو اللي بياخد وقت هو ده اللي بياخد وقت. وعايزه اقول حاجه، لو الناس عملوها بدري اللي هو الموضوع لسه حاصل هيبقوا 3 جلسات ومش هيعملهم تاني في حياته. تمام. احنا بنتكلم بقى على الحالات اللي بقى عندها خشونه مزمنه والدنيا صعبه، فلو كل سنه ونص يجي يعملوا 3 جلسات ما يجراش حاجه. هناخد في الاول من 6 ل 12 جلسه للحالات المزمنه الصعبه، وبعد كده كل سنه ونص يبقوا يعملوا 3 جلسات. لكن مثلا بقى الحالات اللي هم الشباب الصغيرين اللي حصل وقع اللي لحق نفسه في الاول اللي عنده خشونه في اولها ممكن يعمل 3 مرات خلاص وما يحتاجش تاني. تمام. يعني ما بيحتاجوش يعملوا جلسات تاني. معانا اتصال من ام ياسمين من البحيره، اتفضلي ام ياسمين. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ لو سمحت، انا عندي بيبي عنده 8 شهور ولما بيقف في رجله ما يعني ما بيعرفش يسلق رجله. تمام. سنن طلع اسنان. بسنن عنده طلع سنتين. طلع سنتين. طيب هجاوب حضرتك. حاضر. شكرا. شكرا ياسمين. احنا ممكن نساعده طبعا بكالسيوم وفيتامين دي ونقعده في الشمس كده الصبح بدري وعلى المغرب. هنساعده بالثلاث حاجات دول بس. عامه الولاد اللي بيسننوا بدري بيتاخروا في المشي، يعني لانه الكالسيوم بيروح دايما في اتجاه من الاثنين. واصلا احنا ما بنستعجلش، الوقوف بيبقى عند 10 شهور والمشي بيبقى عند 12 شهر، ف 8 شهور لسه صغير فما تقلقيش. تمام. طيب اخر سؤال يا دكتور، لان وقت يعني للاسف الفقره يعني اوشك على الانتهاء. الناس اللي عندها يا دكتور طقطقه في الركبه على طول، يعني في ناس فعلا ركبتها ممكن الصوت بتاع الركبه اللي حواليه يسمعه، ده يعتبر ايه يا دكتور؟ بصي في حاجه اسمها بتبقى فيسيولوجيكال، بيبقى هو بيبقى مفصل طبيعته عنده كده. وفي حاجه لا، طب انفستيجيت، يعني نعمل اشعاعاتنا ونطمن ان مفيش خشونه ومش محتاجين علاج. لقينا مفيش حاجه خلاص مفيش مشكله، لقينا في حاجه يبقى نبدا العلاج فورا. تمام. اوكي، ميرسي جدا يا دكتور، ويعني ان شاء الله باذن الله الحديث بقيه. اعزائي المشاهدين، فقرتنا كده انتهت. هندخل دلوقتي للفقره الثانيه مع دكتور محمد جمال الحاصل على الدبلوم الامريكيه في التغذيه العلاجيه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في الاستوديو.